وبشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في مجال النقل البحري والموانئ، أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين وتعكس مستوى ترابط العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشقيقتين. اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ اللي تم التوقيع عليها مساء هذا اليوم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان تأتي في الواقع لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين، وأيضا تعكس مستوى الترابط والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتدفع بهذه العلاقات نحو أفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة، وأيضا يعكس التوجيهات السامية من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظهم الله. الاتفاقية في مجملها تدعو إلى التعاون في مجال النقل البحري، وأيضا المساهمة في تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، وأيضا المشاركة في العمليات النقل البحري ولتسهيل عمليات نقل البضائع وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها. الاتفاقية أيضا تتناول جانب لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمليات النقل البحري، وأيضا تتعلق بالتعاون الفني بين البلدين في الأمور اللي تتعلق بعمليات البحث والإنقاذ، حماية البيئة البحرية، التدريب والسلامة البحرية، وأيضا التبادل الدوري للمعلومات والخبرات والإحصائيات في مجال النقل البحري.